السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقة المشهد المغاربي. عقدت بالعاصمة السعودية الرياض قمة عربية إسلامية أمريكية، حضرها إضافة إلى الجانب الأمريكي ممثلا في الرئيس دونالد ترامب ممثل عن أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية. تم بحث ما وصف بالإشكاليات السياسية، الشراكة السياسية مع الولايات المتحدة، وأيضا في مجالات أقول السياسة والدفاع والاقتصاد. تم الحديث أيضا عن الأمن في المنطقة، التطرف الإسلامي ومحاربة سياسات إيران، كما جاء في مداخلات المشاركين في هذه القمة. من بين هؤلاء الذين شاركوا في هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية ممثلون عن الدول المغاربية، وسؤالنا في هذه الحلقة: ما الذي سيستفيد منه من حضر من الدول المغاربية في هذه القمة؟ ما هي القيمة المضافة لهذه الدول في هذه القمة؟ ما الذي يرجوه ممثلو هذه الدول من هذه القمة ومن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي أسئلة سنطرحها على مجموعة من الضيوف في هذه الحلقة، وأبدأ بضيفي عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي الأستاذ إدريس ربوح. أرحب بك أستاذ إدريس في هذه الحلقة. وقبل أن نتطرق إلى ما الذي سيستفيد منه من ذهب من المنطقة المغاربية، هل ستستفيد الدول المغاربية من هذه القمة ومن مشاركتها في هذا المحفل العربي الإسلامي الأمريكي بالعاصمة السعودية الرياض؟ كمقدمة كمدخل عفوا لهذه الحلقة، كيف تابعت هذه الكلمات لترامب وللعاهل السعودي وأيضا الكثير من القادة العرب والمسلمين في هذه القمة، وهم يتحدثون عن التطرف الإسلامي، عن مكافحة الإرهاب بين قوسين، وأيضا عن الخطر الإيراني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي سليم ولكل مشاهدي المغاربية. ما يلاحظ في هذه القمة الإسلامية العربية الأمريكية أنها قمة جاءت للرد على مطالب الخليجيين، وقد كما لاحظنا أن الخليجيين وجدوا الإجابة الكافية من دونالد ترامب عندما أكد على الخطر الإيراني وعلى أن تبني إيران للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، وبالتالي كان مسانداً للموقف الخليجي. وكما نعلم قد سبق هذا اللقاء قمة خليجية أمريكية، وبالتالي ترامب أخذ ما يريد وهم أخذوا ما يريدون، وقد أكد على دور السعودية التاريخي ودورها في مكافحة الإرهاب ودورها في الشراكة الأمريكية والسعودية التي تعود إلى بدء قيام إلى بدايات المملكة العربية السعودية أيام الملك عبد العزيز. ثم أكد على موقع قطر الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية، وهي البلد الذي يحوي القاعدة الأمريكية في المنطقة، وكذلك عرج على السلام العربي، موضوع السلام العربي لإسرائيل والقضية الفلسطينية، ودعوته إلى التقاء العرب والإسرائيليين على طاولة الحوار وتحقيق السلام في المنطقة. ما نلاحظه أن الرئيس الأمريكي لم يعر أي اهتمام للمنطقة المغاربية ولشمال إفريقيا، ولم يذكرها في أي نقطة من نقاط كلامه، ربما لأن جاء بموضوع محدد وهو الحصول على صفقات، والتي قال أننا حصلنا على اتفاق مع شركائنا الخليجيين والسعوديين ب 400 مليار دولار، منها 110 مليار دولار هي لمشتريات الأسلحة السعودية من الأسلحة الأمريكية. وهذا خطاب موجه للداخل الأمريكي بأنني ذهبت إلى السعودية وذهبت إلى الخليج وأتيت بهذه الصفقات، لأن الأولوية للشأن الأمريكي كما ورد في خطابه أو حملته الانتخابية. الخطاب يعتبر خطاب متسابح مقارنة بخطاب خطاب الحملة وخطابات الأيام الأولى، 100 اليوم الأولى من توليها الرئاسة الأمريكية. خطاب متسامح نحو الإسلام، نحو الدول الإسلامية، ولأول مرة يفرق ويتكلم عن التطرف الإسلامي، ولا ويريد أن يفرق بين التطرف الإسلامي والإسلام، بمعنى أنه يتجاوب مع طرح السعودية. لكن مما
كما انه اثار دعمه للمملكه العربيه السعوديه ودول الخليج في محاربه وتصديهم للتغول الايراني في المنطقه، وقال نحن نتفق مع السعوديين والخليجيين في محاربه الدور الايراني في المنطقه، وكذلك انضمام السعوديه الى تصنيف حزب الله كمنظمه ارهابيه، وكذلك الاتفاق على تصنيف مجموعه من الشخصيات التي تنتمي الى حزب الله. هذا يعتبر، هذا المحور يعتبر انتصار سياسي للدول الخليج واتفاق مع الدول الامريكيه. لكن مما النقطه الوحيده ربما التي لا يتفق مع الطرفين هو موضوع تصنيف حركه حماس كمنظمه ارهابيه، والتي صنفها الى جانب حزب الله والى داعش ولا بقيه القاعده ولا بقيه المنظمات. فكان الرد سريع من حركه حماس عبر برقيه لوكاله رويترز اثناء العقد، ولم تنتهي يعني اشغال المؤتمر الافتتاحي الجلسه الافتتاحيه، بانها يعتبر هذا الموقف موقف انحياز للكيان السوري. بمعنى هذه النقطه الوحيده التي ربما لا يتفق معها الجانب السعودي والخليجي. سعود اليك استاذ ادريس ربوحي، انضم الينا الدكتور اسماعيل دبش الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي معي عبر الهاتف من الجزائر. استاذ دبش، قمة تبدو خليجية أمريكية بامتياز، يعني هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وللتذكير قد سبقتها فعلا قمة خليجية أمريكية تبحث قضايا خليجية أمريكية بحتة، وتبحث أيضا المخاطر في المنطقة التي تخص أمن الخليج والتزامات أمريكا بهذا الأمن مقابل مليارات الدولارات من السعودية كصفقات للسلاح أو استثمارات داخل السعودية وبعض دول الخليج كما يقول كثير من الخبراء. سؤالنا اليوم، يعني ما الذي سيجنيه إذن من ذهب من المغرب، من المنطقة المغاربية، يعني ممثل وزير الخارجية المغربي ذهب، الرئيس التونسي ذهب، ما رئيس مجلس الأمة الجزائري ذهب، أيضا ممثل من ليبيا، وأيضا يقال أنه حتى ممثل من موريتانيا. ما الذي سيستفيد منه هؤلاء من هذه القمة وهي في مخرجاتها لا تعني هذه المنطقة؟ دكتور دبش فقدناه، ونفس السؤال لأستاذ إدريس ربوح، ما يعني لماذا ذهب هؤلاء من المنطقة المغاربية إذن إلى هذه القمة؟ أنا لا أعتقد لا يستطيعون أن يغيبوا على العرس الأمريكي السعودي، بمعنى أمريكا لها السطوة على الكثير من الدول ولها النفوذ في كثير من دول العالم الإسلامي، يعني الدول 55 من العالم الإسلامي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الذين استضافوا القمة أرادوا أن يرتبوها وفق أجندتهم الخاصة، بمعنى الخطر الإيراني ومكافحة الإيران في المنطقة، ثم تقديم طبعا سأدريس يعني ستكمل الفكرة. أعود للجزائر خوف أن ينقطع الهاتف مرة أخرى. دكتور إسماعيل دبش، كنت قد سألتك يعني قبل أن ينقطع الخط، هذه قمة لا يبدو أنها تعني دول المنطقة المغاربية، لماذا حضر هؤلاء لهذه القمة التي تبدو في عنوانها الرئيس أنها قمة خليجية أمريكية؟ لازم نعرف أن المنظور الأمريكي للعالم الإسلامي ينظر له كمنطقة بغض النظر عن المواقع أو الأماكن، سواء في المغرب العربي أو في آسيا الوسطى أو في الشرق الأوسط. هذا لا يهم، الأهم هو أن هزيمة أخرى للعالم الإسلامي يعطي صورة بأنه ما زال تحت الوصاية الغربية والأمريكية بالأخص، وهو العالم الإسلامي كله يلتف تقريبا أكثر من 50 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة في مواجهة البدائل الأخرى مثل روسيا والصين. الجانب الآخر للأسف أن العالم الإسلامي ينهزم كذلك ويقر بأن الإسلام هو مصدر الإرهاب. عندما يأتي ملك السعودية ويقول بأن الإرهاب بدأ بعد الثورة الإيرانية، هذا يعني أن الطرح الذي ينادي بأن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام يؤكد بأن الإسلام هو مصدر ذلك، وهذه هزيمة أخرى.
الهزيمة الأخرى كذلك أننا ما زلنا نتجاهل أو نجهل المنظور الأمريكي بالإسلام في الحرب العراقية الإيرانية. سألوا كيسنجر وقالوا له من الذي تفضل أن ينتصر العراق أم إيران؟ قال أتمنى أن ينهزم الاثنين. أمريكا لا يهمها شيعي أو سني، يهمها انهزام وضعف المنطقة حتى ينتصر الكيان الإسرائيلي والمشروع الصهيوني في المنطقة. لكن دكتور إسماعيل، أنت ذكرت، نعم أنت ذكرت نقطة مهمة، أنه الولايات المتحدة تنظر إلى هذه المنطقة يعني من المغرب إلى اليمن ككتلة واحدة، لكن الجهة الأخرى لكن لا يبدو أن هذه المنطقة هي منطقة واحدة متجانسة، ونحن في هذا البرنامج المغاربي نريد أن نتحدث عن هذه المنطقة المغاربية، هل هي فعلا لديها نفس الاحتياجات ونفس العلاقة مع الولايات المتحدة كما للدول الخارجية ودول الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة؟ لا، هو من ناحية العلاقات الاستراتيجية الأمريكية في المغرب العربي هذا طرح آخر. نعم. علاقات bilateral relations، يعني العلاقة الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة هي ربما أكبر علاقة في المنطقة، لأن الولايات المتحدة والجزائر مع اتفاقية أو تعاون استراتيجي ولجان مشتركة ثانوية والمصالح الأمريكية في البترولية وغيرها في المنطقة تتصاعد خاصة في الزراعة. وبالتالي يبدو أن الرئيس الأمريكي منذ توليه أسعف اهتمام متفاوض خاص بالجزائر، لأنه ينظر لها أنها دولة واجهة بمحاربة الإرهاب، دولة لها مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة تتميز بالاستقرار رغم الخلاف لكل دول المنطقة. إذا من هذا المنطلق أنا لا أتصور أبدا بأن الرئيس ترامب يستطيع الاستدلال بذلك في هذه المعادلة أو هذا الطرح الذي طرحه اليوم في خطابه. هل تعتقد أنه مشاركة يعني وزير الخارجية المغربي، الرئيس التونسي، رئيس مجلس الأمة الجزائري بن صالح في هذه القمة جاء في إطار يعني المجاملة، يعني أنهم لا يستطيعون رفض دعوة السعودية فقط يعني وليس للاستفادة من هذه القمة؟ السعودية بالنسبة لأمريكا هي خزان مال، خزان أموال، وبالتالي لا ينظر السعودية كدولة حليف استراتيجي بعقيدة موحدة في اتجاه المنظور الأمريكي للعالم ككل. ينظر السعودية كعائدات، والدليل أنه استفاد من 110 مليار دولار. ينظر السعودية كطرف لمحاربة الحرب بالنيابة عن أمريكا وعن المشروع الغربي بصفة عامة في المنطقة في اليمن. ينظر السعودية إذا أما على العلاقة الثنائية اعتقادي لا يمكن أبدا أن الولايات المتحدة تستطيع استثناء الجزائر في أي معادلة في العالم الإسلامي أو العالم العربي أو في المغرب العربي. ربما في انزعاج مؤخرا من طرف السياسة الأمريكية من المغرب، المغرب ليس له لم يبدي توجه ينسجم مع المصالح الامريكي ويتزايد بالتصعيد على السياسه الامريكيه المغربيه تتجه اكثر الى التحالف مع فرنسا في افريقيا الجنوبيه وغيرها. يبدو ان الامريكان هم يتجهون اكثر الى الجزائر في الوقت الذي كانوا يتجهون اكثر الى 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 المغرب. ولهذا نرى بان للجزائر مكانه متميزه في السياسه الامريكيه، وفي تصريح ترامب نفسه وفي تصريحات المسؤولين ما قبل ترامب ان الجزائر لا يمكن ان تستضيف لك معادله منذ 2001، والجزائر لها علاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه في محاربه الارهاب في الاستثمارات البتروليه، ومؤخرا بدات الولايات المتحده تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في ميزان الفلاحه. كما تعرفون ان مدمجه الجزائر في الصحراء الجزائريه الان الامريكان مهتمين كثير في التطور الفلاحي. اذا لا اعتقد ابدا أن أمريكا تنظر للجزائر بنفس النظرة تاع دول الخليج. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسماعيل دبش الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة. كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر كما ذكرت. أعود إليك أستاذ إدريس ربو حتى تكمل الفكرة. سمعنا إلى الدكتور إسماعيل دبش في هذا الطرح، وأعيد السؤال، يعني ما الذي تستفيد من هذه الدول المغاربية في حضورها قمة بهذا الشكل، قمة عربية إسلامية في الرياض؟
دققنا في تفاصيل خطاب ترامب وخاصة في شق متعلق بالإرهاب وتعريف الإرهاب، فهو يتفق في شكل في جزء كبير منه، يعني استثنينا موضوع إيران وحزب الله فإنه يتفق مع المقاربة الجزائرية ورؤية الجزائر للموضوع الإرهاب، وبالتالي الجزائر تتفق مع الأمريكان في موضوع محاربة الإرهاب ومواصلة محاربة الإرهاب، والجزائر كما تعلم تقدم نفسها دائما بأنها هي الرائدة في إفريقيا وفي العالم العربي لمكافحة الإرهاب، وهي التي تقود المجموعة الإفريقية في هذا الموضوع، وبالتالي الأمريكان يدركون أهمية الجزائر نظرا لموقعها الاستراتيجي، نظرا لإمكانياتها العسكرية، نظرا لقدرتها على التدخل في قضايا إفريقية وعربية ومناطق متوترة. ماذا عن الدول الأخرى يعني الإفريقية والبحر المتوسط؟ بمعنى في هذا الموضوع ستستفيد الجزائر بهذا الشراكة، بمعنى هناك عندما يتم تعريف الإرهاب بشكل جيد. أما في الجزء الثاني فلا أعتقد الجزائر، لأن الجزائر لم تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية ولها علاقات مقبولة بينها وبين إيران، وهي ليست نفس العلاقة بين دول الخليج، بل بعيدة كثيرا عن موقف دول الخليج من إيران، وبالتالي هذه النقطة لا تستفيد منها الجزائر ولا يمكن أن تلتقي ماذا عن إذن الجزائر تستفيد من هذه النقطة. ماذا عن المغرب وتونس والدائرة الإفريقية؟ إذا تحدثنا على بقية الدول ليبيا، نذهب إلى ليبيا. ليبيا يهمها أن تكون ضمن هذه المجموعة لتساهم أمريكا في عودة الاستقرار إلى ليبيا، وبالتالي هذا الذي يهم ليبيا. كما نعلم كأن تونس لها شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبرها موقع متقدم، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون لها تواجد حتى عسكري في تونس، بمعنى كل الدول المغاربية لكل دولة مصالح معينة مع أمريكا، وبالتالي كل يستفيد بطريقته، لكن الجميع للأسف يذهب إلى هذه المواضيع مشتت وليس ككتلة واحدة، رغم أن الاجتماع يضم 55 دولة مسلمة لكن باستراتيجيات مختلفة، فالأمريكان يستفردون بكل منطقة وبكل دولة لوحدها ويتفاوضون معها لتحقيق أهداف أهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة الإسلامية ككل. طيب، هذا ربما نتكلم كثيرا عن ما تريده الولايات المتحدة وهل تتفق نظرتها لمكافحة الإرهاب وللأمن في المنطقة لاحتياجاتها أيضا الطاقوية، كل هذا نتحدث من وجهة نظر الولايات المتحدة. ماذا عن المنطقة المغاربية؟ يعني هل لدى المنطقة المغاربية ولدول المغاربية نفس الاحتياجات؟ هل لديها احتياجات من هذه القمة ومن الولايات المتحدة؟ نعم، هي لديها احتياجات. أولا لابد أن يتم التعريف، أولا لابد أن يتم تعريف الإرهاب تحديدا الأول مرة هناك نوع من، كما قلت في البداية، نوع من لغة التسامح، خطاب التسامح من طرف ترامب الذي نسخ خطابه وسلوكه تجاه الدول الإسلامية عندما منع كثير من مواطني 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، فهو الآن يقترب أكثر من خطاب التسامح. لكن إذا تم الاتفاق على تعريف الإرهاب بشكل جيد والتفريق بين الحركات المقاومة وبين الإرهاب، يمكن أن تستفيد الدول الإسلامية من هذه القمة. لكن إذا تم جمع الأمور في سلة واحدة، نجمع حركة حماس مع داعش والقاعدة، فالأمر يعني يعتبر خطير جدا أن نسوي بين حركة مقاومة متواجدة تريد تحرير الأرض وبين حركات إرهابية وجماعات إرهابية، فهذا يضر بمصلحة المنطقة ومصالح دول المنطقة. كذلك لابد أن تكون الشراكة متكافئة، بمعنى أن تستفيد الدول ولا تتحول إلى سوق فقط وإلى ضخ الأموال فقط إلى الخزانة الأمريكية عن طريق شراء الأسلحة والشراء، ولكن لابد من الاستفادة من نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة الأمريكية والقدرات الأمريكية، ويتم التعامل مع المنطقة كأنها منطقة استراتيجية. موضوع ثاني، لابد أن يعرف الأمريكان لابد أن لا يمكن أن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في فلسطين
إلا بتحقيق قيام دولة فلسطين. إذا جملة هذه المطالب تحقق أهداف للمنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، وما عداها فنحن أمام إملاءات أمريكية. بمعنى لابد أن عندما يذهب ترامب القدس لا يغير خطابه في موضوع السلام. أعود إليك أستاذ إدريس ربوح في محاور أخرى ينضم إلينا من الرباط الباحث في العلوم السياسية الأستاذ إبراهيم الصافي. أرحب بك أستاذ إبراهيم، ونتحدث عن ما الذي تريده الدول المغاربية من هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض. أولا مرحبا أستاذ، مرحبا بضيوفكم الكرام. أولا زيارة الرئيس الأمريكي هي أول زيارة له بعد انتخابه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هي له بعدين، بعد سياسي وبعد اقتصادي، يعني حاضر بشكل قوي. البعد الاقتصادي هو أن في الاعتبار هذه الزيارة هي صفقة عقار بالنسبة لأمريكا، يعني حجم الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الأهلي السعودي تثبت أن حضور البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية الأمريكية يعني عاد، يعني عاد من جديد في السياسة الخارجية الأمريكية، ويؤثر هذا هو حجم الاستثمارات الموقعة اللي تقدر ب 600 مليون دولار. كذلك على البعد السياسي هو أن ترامب أراد تصحيح يعني المسار الذي كان فيه سلف مبارك أوباما، وقام بتهميش يعني دور السعودية في المنطقة. أوباما اليوم بزيارة يعني فرصة أخرى لتجديد دور ديال السعودية في المنطقة ومحاصرة يعني المد يعني من ثم بمحور الشرع وفي يعني إيران. تأثير هذا المنطقة على الدول المغاربية أكيد سيكون له شكل، باعتبار أن السعودية هي لها تأثير قوي يعني في المنطقة العربية وخاصة في دول شمال إفريقيا ومن بينها المغرب بصفة عامة خاصة. نعم، لكن ما الذي ستستفيده هذه الدول المغاربية؟ بدون شك نعم، هو كذلك ستكون هناك استفادة أول من ناحية يعني من ناحية اقتصادية، أن حضور السعودي في الدول المغاربية من حجم المعونات التي تقدمها للدول المغاربية وحجم الاستثمارات بين الدول، يعني حضور السعودي وإلى رجوعها إلى الواجهة كحارس بالمنطقة ستكون له انعكاسات كذلك اقتصادية وسياسية على المنطقة، وكذلك على يعني على المستوى يعني تحقيق السلام في المنطقة ومحاصرة يعني المد ديال تمدد الجماعات الإرهابية في المنطقة. يعني استفادة هذه الدول المغاربية لها الارتباطات التي تشتغل بها السعودية، يعني هناك ارتباط قوي ما بين مثلا المغرب والسعودية. هذه الأمور أكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية يعني أكثر ما هي سلبية على المنطقة المغربية. يعني هو حضور مجاملة للسعودية أكثر منه ربما يعني استفادة من قمة عربية إسلامية أمريكية. أعتقد أنه يعني بعد مهاجمة ترامب منذ انتخابه اعتبر أن المسلمين والإسلام أنه عدو، يعني بالتنظيم هذه القمة هو أراد صحيح تلك الخرجات الإعلامية التي كانت لها أثار يعني سلبية، وتصحيح كذلك يعني ربط السعودية ولا تقوية العلاقات ما بين السعودية وما بين المتحدة الأمريكية. طيب سؤال ربما محور أخير حول الاحتياجات أو الأولويات في المنطقة المغاربية، هل هي أولويات متجانسة؟ يعني عندما يذهب الطرف المغربي والجزائري والتونسي والليبي إلى قمة بهذا الشكل، هل هناك تصور موحد لأولويات المنطقة، أم أنه كما يقول كثير من المراقبين أنه الكارثة أن الاحتياجات متفرقة والأولويات أيضا ليس نفسها؟ الأولويات بالنسبة للدول المغاربية أولويات متفاوتة. مثلا بالنسبة لليبيا مثلا هناك الأولوية الجانب الأمني وتحييد القوى السياسية المتصارعة في ليبيا. بالنسبة للمغرب هناك أولويات اقتصادية. بالنسبة لتونس كذلك حضور يعني اقتصادي بشكل كبير، هو ما تم يعني بضخ يعني واحد مجموعة ديال الحجم الاستثمارات في تونس. يعني كل هذه الأمور تبين بأن الأولويات في المنطقة المغربية أولويات متفاوتة، وهذا يؤثر يعني على المستوى المغربي وحتى على مستوى يعني المغرب العربي بصفة عامة. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلوم السياسية الأستاذ إبراهيم الصافي.
كنت ضيفي عبر الهاتف من الرباط. أعود إليك إدريس ربوح في هذا المحور حول اختلاف الأولويات وربما عدم توحد الخطاب المغاربي في قمم بهذا الشكل. كنا نستمع إلى الأستاذ دبش يقول بأنه الولايات المتحدة ربما قد تتجه إلى توثيق علاقات بشكل أكثر مع الجزائر، بينما يذهب المغرب إلى توطيد العلاقات مع فرنسا على حساب علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة. تونس لديها احتياجات أخرى ومختلفة تماما، وليبيا أيضا بوضعها الأمني والاقتصادي والسياسي. أنا أعتقد أن لكل بلد مغاربي استراتيجية مختلفة. يعني الليبي، إذا أخذنا الليبيين فأولويتهم بطبيعة الحال وهي الموضوع الأمني والسياسي، بمعنى هو تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق وصول إلى مرحلة الحكومة المركزية الموحدة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. تونس يعني مشكلة اقتصادية كبرى، وبالتالي تريد من كل هذه المواعيد أن تحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية بعد أنها تواجه ضغط شعبي كبير، وبالتالي الذي يهم هو تحقيق المكاسب الاقتصادية. يمكن أن الجزائر هي البلد الأكبر والبلد الذي يحوز على أكبر الحدود الكبرى، والذي له عمق مغاربي وعمق عربي وعمق أفريقي، هو الذي تهمه الشراكة الحقيقية مع الأمريكان بالتحديد، لأنه ودلت على ذلك زيارة العسكريين الأمريكان اللي بصفة مستمرة للجزائر، وبالتالي والكلام الذي كل مرة يردده الأمريكان بأن الجزائر هي شريك في موضوع مكافحة الإرهاب ولها التجربة في موضوع الإرهاب، كذلك أنه الجزائر شريك في موضوع أمن لأنها تحوز القدرات العسكرية الأكثر، وهي التي لها القدرة على تأمين شمال الأكبر، الجزء الأكبر من شمال إفريقيا. بمعنى هنا تلتقي الاستراتيجية الأمريكية بالاستراتيجية الجزائرية في الحفاظ على أمن المنطقة وكذلك دول الساحل. إذا الجزائر تنظر من هذه الزاوية على الشراكة الأمريكية الجزائرية، لكن هذا الأمر يبدو لي محسوم ولا تحتاج له هذه القمة بحد ذاته، لأن الأمريكان يشتغلون مع كل دولة على حدة. القمة في اعتقادي يستفيد منها الطرف السعودي والخليجي بالتحديد، وقد اختارت الرياض لها لتحقيق الأهداف الخليجية والسعودية بالتحديد، وقد سمع السعوديون مستعدون، وقد أفرد ترامب في خطابه إيران وحزب الله بأنهم الذين يمولون الإرهاب ويدعمون الإرهاب، وقد أعلن عن تأسيس المركز العالمي لمحاربة التطرف والاتفاق على تجفيف المنابع المالية للتطرف والإرهاب، بمعنى المستفيد الأكبر. نعم، سأعود إليك سيد إدريس ربوح، ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الباحث والناشط السياسي، الباحث الجامعي والناشط السياسي الأستاذ الأمين البعزيزي. أرحب بك في هذه الحلقة. الكثير قرأت الكثير من المقالات التونسية، كثير من التونسيين من المراقبين كانوا يحثون الرئيس التونسي أن لا يذهب إلى الرياض وأن يرسل فقط مبعوث وأن يوفر هذا الجهد، لأن تونس لن تستفيد شيئا من هذه القمة. هل هذا الكلام معقول أم أن تونس فعلا في حاجة لأن تحضر هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية، علها تجد مخارج لمشكلاتها الاقتصادية والأمنية أيضا؟ نعم، طار مساءكم أخي، شكرا على الدعوة. أنا أقول لك، يعني أولا المشهد السياسي في تونس اليوم يعني تقريبا أصبح بعيدا عن حلم مشهد سياسي أسست له الثورة، وأصبح العالم ينظر لها بعيون أخرى، معناها تونس التي تؤسس يعني ديمقراطية في بلاد العرب لأول مرة وكذا. بالعكس، نرى حكومة يعني ومشهد سياسي ارتكس إلى ما قبل يعني الثورة في مسألة العلاقات الدولية، هذا يعني واحد. اثنين، ما يجري في الخليج يعني من قمة يعني تقريبا أنا أسميها ارتداد إلى القرن السادس من الميلاد،
عندما كان الأعراب بين فكي الفرس والروم، وبالتالي ماذا سيستفيد يعني ستستفيد يعني تونس؟ نعم تونس تحذر باعتبار تونس وبلاد المغرب هي جزء من أمة عربية، يعني لا يمكن أنك تخفي أو تضع رأسك في الرمال وتقول أنا لا أنتمي إلى هذا الشرق. لا، ما يجري في الشرق يحدد يعني مسارات ما يجري يعني في بلاد المغرب الكبير باعتبار هذه أمة واحدة. لكن لا أخفيك يعني ترامب ماذا يمثل؟ ترامب يمثل وجهة نظر داخل أمريكا تقول حفظ مصالحي يتم بأي شكل كان. بمعنى إذا كان في زمن أوباما انفتحوا على أحد الاستراتيجيات تقول أنه كل من فتحنا على مشهد ديمقراطي في بلاد العرب أممنا مصالحنا ويعني قطعنا أطراف الإرهاب. لكن مع الثورات المضادة التي حدثت ويعني صعود ترامب هناك عودة إلى وجهة نظر قديمة تقول حفظ مصالحنا كأمريكان وكغرب لا يمكن أن تكون إلا مع حكام طغاة يضربون بقوة ولا علاقة لهم يعني بالإنصات إلى شعوبهم. يعني تقريب هذه أجواء القمة وهذا الحضور التونسي فيها، يعني حضور من موقع الاستتباع وليس من موقع جوهر الثورة وتونس صاحبة الرسالة الديمقراطية. ويعني لا ماذا 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 عن الدول الأخرى المغاربية؟ نحن نتحدث عن المغرب أيضا وعن الجزائر أيضا كدولتين كبيرتين في هذه المنطقة، لا يبدو الأمر مختلفا كثيرا يعني، أليس كذلك؟ هو أخي بالضبط، يعني بالنسبة يعني للمغرب هي نظام ملكي يعني لا يمكن إلا أن يدور في فلك يعني نظم القطران يعني الملكية. يبقى الجزائر في وجدان الناس، يعني الجزائر دائما تصرف من رصيد كبير يعني رصيد الثورة ورصيد كذا، لكن الواقع الحالي والمشهد السياسي لا يعكس يعني الزخم. لكن الناس دائما لا يقبلون أن الجزائر دائما في مخيال العرب هو ذلك الرصيد الكبير الذي أنجزته زمن التحرر الوطني، لكن واقعها اليوم يعني يدور في فلك أيضا يعني تقريبا فلك ميت. يعني لم تعد جزائر العالم الثالث والذي تضرب بقوة، جزائر أفريقيا، جزائر يعني تقريبا المشهد الرسمي العربي في حالة موات. يكفي نعم. أنهم يدفعون الجزية إلى الغرب اليوم يعني. نعم، لكن نحن نتحدث عن حضور قيادات من هذه المنطقة لهذه القمة. في الحقيقة هي قمة مثيرة للجدل، يعني هناك من استحسنها وهناك من انتقدها في هذه الأمة، يعني نتحدث عن أمة من المغرب إلى اليمن. ماذا عن جو، ماذا عن المود لهذه الشعوب، شعوب المنطقة؟ هل تعتقد وأنت الخبير التاريخي أنها مع هذه القمم، مع هذه الشراكات مع الولايات المتحدة؟ أخي الفاضل، علاقة أمريكا بالعرب مثيرة للانتباه. زرع الكيان الصهيوني تقريبا يعني الذي كانت له الأسبقية في الاعتراف لم تكن أمريكا وإنما كان الاتحاد السوفيتي، يعني أمريكا كانت لاحقا. حرب 67 الأسلحة التي دمرت يعني ترسانة الأسلحة العربية كانت أسلحة فرنسية. التحالف الاستراتيجي بين الصهاينة والأمريكان تم بعد 67. الراحل الفيلسوف الكبير إدوارد سعيد في أخريات حياته تقريبا آخر مقال كتبه في حياته قال على العرب أن يدرس اختصاصا جامعيا اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. العرب لم يفهموا أمريكا، العرب يعني تقريبا هذه الظاهرة لم يفهم العرب التعاطي معها، يتعاطون معها من موقع الذليل البائس والحال أن أمريكا، لو كان جينا نتكلموا بالفرنسية نقول أمريكا رفاقات، يعني هناك أمريكات، أمريكا ليست وجهة نظر واحدة يعني داخلها. نعم. العرب بهذا الواقع البدائي لم يستطيعوا أن يفهموا أو أن يوصلوا رسالتهم إلى هذا المسمى أمريكا الذي يريد أن يفهم ما الذي يجري. هم صادقون يريدون أن يفهموا ما الذي يجري في بلاد العرب، ماذا يريد العرب، لكنهم لا يصطدمون إلا بطغاة بؤساء وبمقاومات هي أقرب إلى الدوعشة وإلى التخلف منها إلى المقاومة السيادية العقلية. نعم. التي تريد أن تقول نحن أمة في هذا العالم. سأعود إليك الأستاذ الأمين البعزيزي في محاور أخرى. أستاذ إدريس ربوح، أنا نتحدث عن هذه المنطقة، أريد في هذه العشر دقائق المتبقية من البرنامج أن نتحدث عن هذه الإمكانية التي يقول بها الكثير من المتفائلين في هذه المنطقة، كثير من الخبراء،
الذين يقولون يجب على المنطقة أن تكون قوة إقليمية وأن تذهب إلى قمم بهذا الشكل في أوروبا، في أمريكا، أو في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أن تذهب بمقترحات، بأجندة لتستفيد من هذه المنطقة، على اعتبار أن هذه المنطقة هي في النهاية كتلة واحدة، يعني كتلة بشرية واحدة. لا تستطيع المنطقة، إذا تريد تقصد المنطقة الإسلامية، نعم أقصد المنطقة المغاربية أولا، أن تذهب إلى هذه القمم إلى هذه القمم بأجندات وكقوة إقليمية. يعني لا، لا يمكن أن تتحدث على منطقة فيها تنافس مع أكبر بلدين وهو الجزائر والمغرب، يعني تنافس من يقود الإقليم، بمعنى بأن هي أصلا المنطقة الأكثر مناطق العالم التي لا ليست فيها أي تكامل وعمل من أجل التكامل، هي كل واحد يشتغل لحسابه الخاص، كل واحد يشتغل بطريقته الخاصة، كل طرف، يعني كل دولة تشتغل مع الأطراف الدولي والأطراف الدولي والإقليمية بشكل خاص، بمعنى لا يمكن أن نتحدث على دور إقليمي أو كتلة إقليمية واحدة في المناسبات الدولية والمحطات الدولية الكبرى، لأن هذه المنطقة اختارت العزلة، كل بلد اختار العزلة لوحده، وكل بلد أراد أن يحقق أهدافه منفردا مع القوى الدولية. وأبرز دليل على ذلك ما نشاهده الآن بأن الجزائر والمغرب هم أكبر بلدين، الحدود مغلقة، وهناك حالة من أن الصراع الغير معلن بين البلدين، بمعنى لا يمكن أن نتكلم عن كتلة واحدة ومنطقة مغربية واحدة تفاوض عن مصالحها مع الغرب، بل الكثير من دول أوروبا هي تشجع على الأقل أن يكون هناك اكتمال تكامل بين هذه الدول لمصالحها، يعني أنها تريد سوق واحدة، فلم تستطع هذه الدول المغربية أن تؤسس لها كيان مجتمع كدول الخليج مثلا، على الأقل كدول الخليج التي استطاعت أن يكون لها الحد الأدنى من التكامل بينها على المستوى السياسي والأمني وجزء منه الاقتصادي. هذه دول لا يمكن أن يؤول أن تبنى وأن يكون لها دور مغاربي، ما لأن مشكلة الحرية ومشكلة التحلل الديمقراطية ومشكلة التنمية لم يتم الحسم فيها في هذه. لكن أستاذ إدريس، نتحدث عن هذه المنطقة كما نتحدث عن المنطقة، يعني المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة الشرقية من العالم الإسلامي، نتحدث عن الأمة الإسلامية كل بلغة القيادات اللي راهي موجودة، وننسى الشعوب. هل تستطيع هذه الشعوب أن تغير من هذه المعطيات لكي تكون هذه المنطقة المغاربية هي منطقة قوية اقتصاديا، قوية سياسيا، وقوية أيضا دفاعيا، وتستطيع أن تكون كما هي تركيا، كما هي إيران، كما هي دول أخرى، دول إقليمية في منطقتها؟ نعم، الأمل معقود على الشعوب، لم يبقى لنا إلا هذا الحل، لابد أن الشعوب أن تقدم، الشعوب تكرس الحرية، تكرس الديمقراطية، تفرض نموذجها للحكم الرشيد، لابد هذا هو المطلوب. الشعوب الآن، الشعوب لم تستطع لحد الآن أن تفرض حكام، تفرض طريقة الحكم، وأن تأتي بالحكام الحكام الذين وفق مسار ديمقراطي سليم. الشعوب مغلوبا على أمرها الآن، هي الآن في موقع المستضعف من طرف حكام سيطروا وتحكموا في المنطقة، حتى الشعوب التي مثال الشعب التونسي الذي استبشرنا خيرا بثورته وانتفاضته على النظام الاستبدادي، لكنه عاد نفس النظام بشكل وبآخر، بمعنى الشعوب لا تعيش حرية حقيقية ولا ديمقراطية حقيقية، بمعنى لا يمكن الحديث عن مغرب الشعوب إلا إذا كانت أقطار هذه الشعوب سوت قضية الحرية وقضية الديمقراطية. نعم. معقود عليها، لكن ما زالت طويل بعد أن تعقب. سأختم معك بمحور أخير، الديمقراطية والحرية. نعم، سأعود إليك في محور أخير بعد لحظات، أريد فقط أن أسمع من الأستاذ الأمين البعزيزي في هذا المحور، يعني حول إمكانية أن تكون هذه المنطقة قوة إقليمية وأن تحضر في قمم دولية أو قمم إقليمية كقوة تفرض شروطها ولديها احتياجات خاصة، يعني مختلفة عن احتياجات المنطقة الشرقية من العالم الإسلامي، وعن احتياجات تركيا، وعن احتياجات إيران، وعن احتياجات الصين،
روسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة. نعم أخي، في حقبة الخمسينات والستينات ساد نموذج من النظم الوطنية، صحيح لم تكن يعني ديمقراطية وصلت عن طريق العسكر، لكن كانت نظم وطنية كبيرة. عندما ترى جمال عبد الناصر في المشرق، أو ترى صدام حسين رحمه الله يعني رحمه الله في يعني في العراق، أو ترى على الأقل يعني بن بلة رحمه الله ويعني هواري بومدين، هذه القيادات الكبيرة التي كانت أو صنعت لأقطارها صوت قوي يضرب على الطاولة، مفاوض كبير بأسس وطنية، هذا ذهب. العرب اليوم يفتقدون إلى قيادات. العرب الديمقراطية ما زالت المعركة، يعني الشعب العربي فتح معركة واسعة ضد الاسترداد قد تطول لعقود طويلة. لا يوجد لا يمكن الحديث عن موقف عربي مفاوض وسط هذه الأمم. العرب يصارعون طغاتهم في الداخل. لم تستطع الديمقراطية والثورات إفراز نظم وطنية تمثلها وتفاوض وسط هذه المصالح المتصارعة من ترك وفرس وروس ويعني أمريكان وفرنسيس وكذا. العرب حروبهم أنا أسميهم يعني انفجار تاريخي في الداخل يحاول أن يخرج من قمقم الاستبداد وقمقم الرعاية. ما زال العرب يعني في معارك داخلية أكثر منهم، أنك ما عندهمش قيادات قادرة أنها تعطي صوت قوي في منتظم يعني دولي. أين الخلل؟ يعني الخلل أننا لم نستطع أن يعني نتخلص من التخلف الموروث من الحقبة الاستعمارية. هل الخلل في النخبة؟ هل الخلل في الخارج الذي استعمرنا استعبدنا ولم يعطينا الفرصة؟ أين الخلل؟ يعني لماذا دامت هذه الأزمة؟ نعم أفهمك سيدي. يعني تقريب إرادة التحرر والنهوض والخروج من واقع الإذلال وواقع الاستباحة في المنطقة العربية التقى عليه أمران. التقى عليه استبداد في الداخل يعني يحلو لنا أن نسميه الطغاة، ومصالح غزات. يعني هناك تحالف دولي وتحالف كبير بين الطغاة والغزاة لتأبيد حالة التخلف في هذه المنطقة. يعني المواطن العربي المذلول المستباح يثور اليوم، لكن لا نصير له. حتى أنهم عندما رفعوا شعار يا الله مالنا غيرك، يعني ثمة إدراك أنه لا توجد قوى دولية نصيرة لهم ولا توجد نظم وطنية تنصت لهم. الشعب العربي يعني تقريب أعزل يقاتل تحالف ترس بين نظم داخلية متخلفة هم بمثابة موظفين لدى يعني الغزاة الدوليين. يعني ستطول هذه المعركة. المنطقة العربية تخوض تقريب شكل من أشكال الحروب الأهلية بين إرادة تحرر مواطني وإرادة هيمنة دولية مدعومة بنظم متخلفة، يعني كما ترى اليوم في مدن الملح يعني والقطران. يعني نظم متخلفة، نظم خارج التاريخ، نظم تدفع الجزية وتتباهى بدفع الجزية إلى الأمريكان. يعني كم الخردة التي دفعوا لها 400 مليار أو كذا قادرة على إعمار الوطن العربي، قادرة على أنها تعمل تصنيع، قادرة أنها السودان تكون يعني تقريب توفر الغذاء لكل العرب. لو 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 في دقيقتين، يعني سؤال أخير، سؤال أخير في دقيقتين أو ثلاثة، يعني ما هي الخطوة الأولى الصحيحة للمخرج؟ يعني جربت الانقلابات العسكرية، الانقلابات السرية، ووصلنا حتى ثورة الياسمين وثورات الربيع العربي، لكنها لا تبدو أنها موصلة، وإن كانت خطوة في الطريق الصحيح كما يتفق الكثير من الخبراء بأن الوعي زايد. يعني ما هي الخطوة القادمة الصحيحة؟ الخطوة القادمة هو التالي. العرب لما ثاروا كانوا أسر أمرين. أسر الطيبة الساذجة أنهم خلطوا بين إسقاط السلطات وإسقاط النظام. عندما يعني فرط الواجهات السلطوية ظنوا أنهم قاموا يعني بثورات، واكتشفوا لاحقا أن يعني تغيرت الحكام ولم يتغير السيستم. هذا يعني أمر. اثنين، لا أخفيك، لماذا أنا يعني لا أستعمل عبارة ثورة وأستعمل عبارة انفجار تاريخي يعني أكثر. جزء كبير من العرب عندما ثاروا يرون مستقبلهم في ماضيهم. العرب بالمنطق الفلسفي ما زالوا في زمن أرسطو، يعتبرون أن التاريخ دائري، سيعودون يعني مستقبلهم في الماضي. عندما يؤمن هؤلاء العرب أن مستقبلهم أمامهم وأنهم يتقدمون نحو الإسلام ولا يعودون إليه، يعني
يجري اليوم وهالدوعه وهالمسائل هذه كله، يعني العرب يخرجون من جوفهم يعني تقريب حصاله عقود وقرون طويله من التخلف. ريت المريض حشاك، المريض عندما يتقيأ، العرب اليوم يتقيؤون تخلفهم، ما زال امامهم عقود طويله مما يجري اليوم من حروب داخليه لبناء مستقبل. الشعوب القويه كلها عاشت عقود طويله من الصراعات الداخليه حتى تعافت من امراضها الداخليه لتستطيع ان تكون قويه في مواجهه الهيمنه الدوليه. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الأمين البوعزيزي الباحث الجامعي والناشط السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من تونس. هذا السؤال الأخير والمحور الأخير أختم به الحلقة مع الأستاذ إدريس ربوح، كيف يمكن أن تكون هناك هذه الخطوة الأخرى الصحيحة، حتى لا نقول أنه ربما الربيع العربي كان خطأ أو أن الثورة التونسية كانت خطأ، وأن إرادة الشعوب لكسر أغلال الطغيان كانت ثورات يعني وكانت إرادات خاطئة، لكن يبدو أن ثورات المضادة وأن الآخر الأجنبي قد يحاول يحاول إجهاض هذه الفكرة. ما هي الخطوة القادمة وربما تكون طويلة يعني طويلة الأمد لكي تكون هذه المنطقة في الطريق الصحيح لكي تتخلص من التخلف، لكي تضع رجلها في محور التنمية وأن تتجانس لكي تكون قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وأن تذهب إلى هذه المؤتمرات ما دمنا نتحدث عن هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، أن تذهب إلى مؤتمرات عالمية بأوراق ضاغطة؟ الوصفة موجودة في تجارب الشعوب والدول، ولا يمكن أن نبدأ أكثر مما أبدعت الدول المتحررة التي استطاعت أن تحقق لبلادها التحول والانتقال السياسي السلس والنهضة الاقتصادية. المثال موجود في تركيا، موجود في بولونيا، موجود في سنغافورة، موجود في أكثر من مكان في العالم، موجود في أمريكا اللاتينية، دول أمريكا اللاتينية التي عانت ويلات الحكم العسكر والنظام الاستبدادي. بمعنى أول محطة وأول خطوة وهي إحلال الديمقراطية في بلادنا، لابد من تكريس الحريات في بلادنا، لابد أن يكون للإنسان قيمته في بلادنا، ولابد أن يكون لصوت المواطن في بلادنا يكون هو السيد في بلادنا، لابد أن يستمع الساسة والحكام للمواطن. هذا الأمر الأول، لابد أن نتداول على السلطة وعلى الحكم بطريقة سلمية دون إكراه عسكري أو سياسي أو بأي وسيلة أخرى. لابد أن نحقق هذه الخطوة الأولى وهي إحلال الديمقراطية وتكريس الحريات الفردية والجماعية في بلادنا. الأمر الثاني، لابد من بروز قوى سياسية حقيقية في بلادنا، سياسية قوية عابرة للإيديولوجية، قوى جامعة للهم الوطني بكل، قوى تقدم البديل الاقتصادي، قوى تكبر وتعلي من مقام العلم والعمل وتبعد الإيديولوجية والأفكار والقولة بالأمور. لابد أن تبرز هذه القوى السياسية في بلادنا، ولابد أن تكون لنا أحزاب في هذا المستوى كما كانت لهذه الدول التي استطاعت أن تحقق هذا التحول. ثم بعد ذلك لابد من رؤية اقتصادية شاملة مبنية على الجهد وعلى قيمة العلم والعمل، بديلا عن الريع وبديلا عن اعتماد على فكرة الدولة الأبوية، وبعيدا عن الدولة التي توفر كل شيء لمواطنيها، ولابد من إعلاء كلمة العلم والعمل والجهد بين المواطنين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إدريس ربوح المحلل السياسي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من اسطنبول. مشاهدينا الأعزاء، حاولنا تسليط الضوء على هذه الزاوية في هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، زاوية تخص المنطقة المغاربية ما دمنا في هذا البرنامج الذي يتناول القضايا المغاربية، وحاولنا الإجابة على هذه الأسئلة. ما الذي تستفيده هذه الدول من حضور هذه المؤتمرات ومن هذه القمم؟ وقد تبين أن المجهود ما زال ينتظر هذه الدول وهذه المنطقة لكي تذهب لقمم بهذا الشكل بورقات متجانسة، ورقات تعبر عن الاحتياجات المتجانسة والكلية لشعوب هذه المنطقة، احتياجات سياسية واقتصادية تنموية وأيضا عسكرية دفاعية. انتهت حلقة اليوم مشاهدينا الأعزاء، ألقاكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج وبرامج أخرى
من قناة المغاربية. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.